السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم فيديو جديد هيكون فيه انطباعي عن الديمو اللي اتقدم للعبه ديترويت. الديمو نزل اول امبارح تقريبا وقت تسجيل الفيديو ده على بلاي ستيشن ستور، متواجد في اي ستور اي حد ممكن ينزله، وتقريبا كل الستورز عليها ديمو باللغه العربيه فيما عدا الستور الامريكي. وللاسف الشديد يعني عشان الاكونت الاساسي بتاعي اللي انا عامله من 2009 اكونت امريكي، عرفت المعلومه دي ان الديمو بتاع الستور الامريكي ما فيهوش عربي تماما اول ما نزلته، ولكن انا اتفرجت على فيديوهات ناس صحابي كانوا رافعينها للديمو باللغه العربيه او باللهجه المصري بالتحديد، وانا هقول لكم رايي عن الموضوع ده كله في اخر الفيديو. بس انا عاوز اتكلم عن اللعبه نفسها، ايه اللي انا شفته، ايه اللي عجبني، ايه اللي انا منتظره من اللعبه دي. وطبعا ده ديمو، وديمو تقريبا مدته تلت ساعه، بس انت ممكن تعيد التلت ساعه دي اكتر من مره عشان انك انت توصل لنتائج مختلفه في الاخر. انا شخصيا بالنسبه لي الالعاب بتاعت كوانتك دريم انا عجبني جدا، اكتر لعبه منهم هي هيفي رين. هيفي رين بالنسبه لي من افضل الالعاب اللي نزلت على بلاي ستيشن 3، وبعد كده لعبه ذا بيوند تو سولز عجبتني برضو، بس حسيت انها ممكن تكون اقل من هيفي رين في حاجات ممكن تكون ليها علاقه بالاختيارات او تشعب الاختيارات ذات نفسها، وممكن نقول انها من نوعيه الالعاب الانتر اكتيف ناريتيف اللي بتدي لك اختيارين او كذا اختيار في الاخر بتختار منهم وما بتعملش حساب الاختيارات اللي كانت موجوده قبل كده. دي كانت مشكله ممكن تكون موجوده في بيوند تو سولز، لكن انا حسيت ان هم كانوا عاوزين يرجعوا لهيفي رين تاني بالتشعب الموجود في القصه، بوجود اكتر من شخصيه ممكن تلعب بيهم اللعبه نفسها، حسيت ان هم عاوزين يرجعوا لحاجه زي كده. ولكن في السنين الاخيره انا حاسس ان الجانر بتاع الانتر اكتيف ناريتيف ذات نفسه بقى عاوز ان هو يتزق زقه اقوى شويه لقدام، لان احنا بنشوف من خلاله افكار ممكن تكون احسن واكبر، جنب طبعا تشعب الاختيارات وانك انت ازاي تدير القصه. وحسيت ان اللعبه زي لايف از سترينج بالجزء الاولاني بتاعها مش السبين اوف اللي نزل السنه اللي فاتت بتحاول انها تضيف زي ميكانكس وفكره جديده بحته السفر عبر الزمن، فانا شايف ان الالعاب دي محتاجه دايما يكون جنب الاختيارات بتاعتها وتشعب الاختيارات فكره ممكن تكون مميزه جنب كل الكلام ده. انا كمان من الحاجات اللي مخلاني استنى ديترويت فكره القصه ذات نفسها، انك انت بتتكلم عن عالم في المستقبل في اندرويدز اشبه بالبشر، والناس بيستخدموا الاندرويدز دول في الاعمال الشاقه مثلا، او بيستخدموهم في الامن والكلام ده، او في بعض الوظائف اللي ممكن تمثل اي خطر على اي حد، وابتدوا ان هم يكون عندهم زي شخصية او ابتدوا يحسوا ان هم عاوزين يكونوا شخصية خاصة بيهم ويكون ليهم تصرفاتهم ويطالبوا بحقوقهم والكلام ده. حاجة زي كده انا بحبها جدا في الخيال العلمي، خصوصا لما تتحط في سيتنج يكون سايبر بانك زي فيلم مثلا بليد رانر او مسلسل زي ويست وورلد مثلا. انا بحب الافكار دي جدا في الخيال العلمي، فده من ضمن الاسباب اللي مخلياني ان انا استنى لعبة زي ديترويت بيكام هيومن. بالنسبة للديمو هو ورانا حدث معين في القصة من وجهة نظر واحد من ابطال اللعبة اللي هو كونر، وكونر المفروض ان هو زي محقق مفروض او حاجه زي كده، والديمو ده اتعرض في E3 2016 تقريبا او 2017، وما كانش فيه اختلافات كتير على اللي احنا شفناه من ساعتها. لكن التجربه طبعا غير انك انت لما تشوف الفيديو موجود قدامك، وانا حسيت ان كونر بالتحديد من الجيم بلاي بتاعه عاوزين يحطوا حاجه ممكن تكون جنب الاختيارات اللي موجوده في القصه، او بتنقلك لعمليه الاختيارات دي، ان هو يكون بيحقق في جريمه، يشوف مسرح الجريمه ذات نفسها، بيقعد يعمل حاجات اقرب كده شويه للديتكتيف اكتيف مود بتاع باتمان، ان هو يقعد يشوف ايه اللي حصل ويجمع ادله، وبعد كده بتفتح الادله دي زي اختيارات اكتر في المحادثات اللي انت ممكن تعملها. مش عارف ليه الموضوع فكرني شويه بلعبه زي ال ان وار، برضو من الالعاب اللي انا بحبها جدا، وممكن اقول انها لعبه انتر اكتيف ناريتيف برضو، وكان فيها نظام تحقيق في جرائم ممكن يكون مميز جدا، واعتمدت على نظام حركه الوشوش عشان انك انت تستنتج ادله اكتر في الجريمه اللي انت بتحقق فيها. انا عجبني فكره انك انت بتشوف مسرح الجريمه، بتاخد ادله، الادله دي بتفتح لك مثلا امكانيه انك انت بعد لما بتطلع بره مسرح الجريمه وبتروح للشخص اللي هو خاطف البنت وبتحاول انك انت تقنعه يسيبها، بيبتدي يكون عندك اختيارات متنوعه كتيره جدا، بتبتدي الاحداث انها تتفرع على نتائج ممكن تكون مختلفه جدا، ممكن انك انت تموت الشخص ده، ممكن انك انت تموته والبنت تموت، وممكن هو يموتك انت، في 10 حالات تقريبا المشهد ده ممكن ينتهي بيهم، ودي حاجه ممكن تكون كويسه جدا بالنسبه للعبه وممكن تكون عجبتني. بس طبعا مش هيكون عندنا كونر بس في اللعبه، عندنا شخصيتين تانيين هما ما تعرضوش في الديمو تماما، وهما كارا والشخص التالت تقريبا اسمه ماركوس تقريبا، مش متاكد من الاسم لحد دلوقتي الصراحه. فهنا بقى انا بسال نفسي سؤال، الشخصيات دول هيكونوا مميزين ازاي من ناحيه الجيم بلاي، او هيقدموا ايه جنب الاختيارات اللي انت بتختارها في وسط الاحداث بتاعت اللعبه نفسها؟ لان انا زي ما قلت لكم انا عاوز اللعبه دي يكون فيها افكار او يكون فيها ميكانكس ممكن تكون
اكتر من مجرد اختيارات بتختارها في القصة، اكتر من انك انت بتتحكم في كات سينز بتاعت اللعبة وبس. ولكن بقى بالنسبة للموضوع بتاع التعريب، فكرة ان لعبة تنزل بلهجة مصرية بالنسبة لي كواحد مصري دي حاجة ممكن تكون كويسة جدا. انا كنت مفكر ان الناس بتهرج ساعة لما قالوا ان في ايفنت اتعمل في السعودية كانت اللعبة معروضة من خلال الايفنت ده واللعبة كانت معروضة باللهجة المصرية. دي حاجة انا شخصيا تحمست لها بسبب ان ممكن اخيرا ان انا اشوف يعني في انفعالات موجودة وتمثيل يبقى مقبول في اللعبة. ولكن انا من بعد لما شفت الفيديوهات بتاعت الديمو اتصدمت الحقيقة، اتصدمت من ان للأسف مستوى التمثيل في اللعبة ومستوى الانفعالات ومستوى المشاعر نفسها اللي بتطلع من الشخصيات ممكن يكون رديء حبتين. انا بكل صراحة ما عجبتنيش طريقة التمثيل بتاعت الشخصيات، وحسيت ان فيها حالة من السذاجة وحالة من الانفعالات المزيفة. في ناس كتير جدا اعترضت على حوار اللهجة المصرية زي ما اعترضوا على اللهجة الشامي اللي كانت موجودة في لعبة جاست كوز 3. ولكن انا شخصيا بالنسبة لي موضوع التعريب ده ممكن يكون مهم جدا بسبب حاجتين. اول حاجة التعريب بيثبت لنا ان الشركات دي معترفة بان في سوق في الشرق الاوسط بالنسبة للالعاب وبتهتم بالسوق ده، دي حاجة مهمة جدا. وتاني حاجة انك انت بتوفر اختيار للناس اللي ممكن ما يكونش الانجليزي بتاعهم قوي، او ان اللعبة بتستخدم لهجات مثلا في الانجليزي ممكن تكون تقيلة شوية، بتوفر لهم طريقة ان هم يكونوا مستوعبين ايه الكلام اللي بتقال في اللعبة او ايه الاحداث بتاعت اللعبة والحبكة بتاعتها. ده السببين اللي ممكن يكون مهمين جدا بالنسبة للتعريب. ولكن انا شخصيا عاوز حاجة زي كده تتم بجودة، تتم بشكل ممكن يكون كويس. اللي قدامي انا شايف ان هو في حالة استعجال، في حالة ممكن تكون زي ما قلت لكم سذاجة في طريقة التمثيل والانفعالات بتاعت الشخصيات، خصوصا الشخص اللي هو اللي كان خاطف البنت الصغيرة. الموضوع كمان مش واقف على طريقة الكلام بتاعت الشخصيات بس، الموضوع بيجي كمان على الترجمة النصية ذات نفسها. الترجمة النصية انها تكون بالعامية انا شخصيا شايف انها ممكن ما تكونش حاجة موفقة منهم، بسبب انك انت لما مثلا بتعمل اي لعبة مثلا باللغة الانجليزية في لهجات متعددة في اللغة الانجليزية. لما انت مثلا عملت لعبة زي The Witcher مثلا فيها ناس كانوا بيتكلموا بلهجة اسكتلندي ولهجة ايرلندي ولهجة ممكن تكون خليط ما بين الهولندي والفرنساوي ولهجة امريكي، فاللعبة دي كان فيها تعدد لهجات كتيرة جدا بالنسبة للغة واحدة. انت عملت ايه في الترجمة النصية اللي تحت؟ خليت الترجمة النصية بانجليزي ما يكونش فيه استخدام للتعبيرات او الحروف اللي بتضاف مثلا للكلمات من اللهجات دي. هنا الموضوع ممكن ما يكونش موفق بالنسبة لديترويت انك انت خليت الاستخدام بتاع اللهجة المصري في الكتابة النصية، بالاضافة ان كان فيه غلطات كمان، كان فيه اختيار انك انت بتلوم الخاطف اللي انت بتواجهه كانت مكتوبة بصيغة مؤنث لومي. انا شخصيا ما انتبهتش هل ممكن يكون في بقى اخطاء تانية ممكن تكون موجودة في الكتابة النصية بالشكل ده ولا لا، بس عموما في الاخر انا بقول لكم ان التعريب بالصوت ذات نفسه المفروض ان الشخص اللي قدامي ده يكون بيمثل، بيكون في عنده انفعالات، بيكون في عنده مشاعر بتطلع بشكل مقنع عشان اقدر ان انا اتقبل المشهد الموجود قدامي. الموضوع ملوش علاقة بلهجة او استخدام مثلا لغة عربية فصحى. من كام سنة على سبيل المثال كان في صديق ليا كان بيكلمني مثلا عن مسرحية كان ممثل مصري قديم اسمه يوسف وهبة كان عاملها. المسرحية كانت كلها باللغة العربية، وللأسف الشديد مش متذكر اسم المسرحية، بس هو ورالي مشهد منها. الراجل ذات نفسه كان تمثيله كان عظيم في اللحظة دي، تمثيله فعلا من ناحية المشاعر، من ناحية ان هو بيتكلم في مشهد ممكن يكون تراجيدي شوية، حاجة فعلا تخليني اقول ان التمثيل ممتاز. في ناس ممكن يكون اعتراضهم على الفصحى بالتحديد عشان ممكن تكون حاجة خالية من المشاعر، لا انا مختلف معاكم. الموضوع يرجع ان يكون فيه مخرج مسؤول عن عملية الدابينج او عملية الدبلجة، وممثل يكون عنده قدرات تمثيلية ان هو يقدر يعمل حاجة زي كده كويس. وانا زي ما قلت لكم التعريب مفروض ان هو يتم بجودة كويسة. لو مش هتعرف انك انت تعمل الجودة كويسة دي التزم بالتعريب النصي وبس، زي ما يوبيسوفت عملت في الفترة اللي فاتت. فبس ده كان خلاصة رأيي بالنسبة للعبة ديترويت بيكام هيومن. اللعبة انا شخصيا منتظرها ومنتظرها بحذر شوية، زي ما قلت لكم ان انا عاوز اشوف الشخصيات التانية في اللعبة هيكون نظام الجيم بلاي بتاعهم ماشي ازاي. عموما اتمنى ان انا اسمع ارائكم بخصوص الموضوع ده وبخصوص التعريب، انتوا ايه رأيكم بالنسبة للي انتوا شفتوه في الديمو هنا؟ واتمنى ان كل الاطراف سواء بقى يعني معترض على وجود لهجة مصري او محب لوجود فكرة اللهجة المصرية في اللعبة، يعني الاراء ذات نفسها تتقال باحترام بدون اي تجريح لاي حد. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، اتمنى انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.